مرحبا. هلا، كيفك؟ الحمد لله، انت كيفك؟ تمام. بما انه اليوم عيد الام، فامتى اخر مره اكلتي اكله من نبع الحنان؟ من يومين. شو السبب؟ ما بدرس. اوكي. وقت كنا صغار كلياتنا عملنا مصايب وعملنا اشياء شيطانيه ما بتخطر على البال، وما خبرنا اهالينا. ممكن تحكي شغله؟ يعني شغله عملتها ما خبرت امي؟ كبيت زيت المطبخ. يا ويلك اذا تعرف. رح تشوف هلا. مرحبا. هلا، كيفك؟ منيحة. اليوم بمناسبة عيد الأم أنا حابة أسألك سؤال. تفضلي. إمتى آخر مرة أكلتي أكلة مرتبة من والدتك؟ ها، أكلات كتير، يعني مثل ملوخية، مثل يبرق، مثل بطاطا. هدي هدي هدي، قتلة يعني انضربتي. ها، ضرب. كتار يعني ما بينعدوا. يعني هلأ قبل ما أطلع يعني كم كلمة كم شغلة. شو كان السبب؟ قالت لي اجلي قبل ما تطلعي، فأنا عملت حالي أجنبية ولا كأنه بعرف شيء. طلعت فتحت باب البيت وطلعت بالبناية وما عرفت كلمة ما حكيتها، وأنا عملت حالي أجنبية ورجعت فورا. طيب، نحن كلياتنا كنا صغار عملنا مصايب وعملنا أشياء شيطانية ما بتخطر على البال وما خبرنا أهالينا. ممكن تقولي شغلة أو هيك، يعني عندك جرأة تقولي شغلة عملتيها وأهلك ما بيعرفوا؟ عندي شغلة كنت رح أعترف لرفيتي فيها، ما كان عندي الجرأة، اليوم هلأ رح أحكيها لأنه هي طالما ما موجودة يعني. أوكي، تفضلي. كنت بالثامن، كنت بالمدرسة، كنت جايبة معي دخان من بابا، فحطيتها بشنتاية رفيقتي لأنه كان في رقابة، يعني في تفتيش، يعني الدخان ما كان إنه بدي أشربه، كنت إنه هيك أعمل مقلب برفيقتي، فحطيتها بشنتايتها وهي انكمشت وراحت وأنا عاملة حالي أجنبية ولا إلي خبر بشي. يعني أنا هون أخذ دور الملاك. طالع باقية الدخان، سمعتيني ولا لا؟ دخان شو؟ طالع باقية الدخان أحسن ما أطالع أنا. ها، وحق الله معي. ولك لا تعرفي مريا، كنا طالعين مشوار أنا والأهل، فكمان مشان جليات ماما قالت لي إنه جليون قبل ما نطلع، فأنا عملت حالي أجنبية كمان وطلعنا بدون ما أجليون. فأنا شو عملت يعني مشان إنه ماما ما تكشفني قبل ما نطلع، لميت كل شيء جليات وحطتهم بالبراد. فوقت رجعنا بابا قال إنه جوعانين كتير، فقامت لتحط عشاء، فتحت البراد وما يعني هالمنظر شافته يعني شيء ما بينحكى. طيب، شو حابه هيك توجهي لها كلمه هلا بعد كل المصايب اللي عملتيهم؟ يلا بضل بنتك فوق كل المشاكل اللي بعمل لك اياها هون، والله يخلي لك يعني. اضحك محمد، اضحك 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 عبد الله، اضحك اضحك العن، اضحك اضحك. امتى اخر مره اكلتي اكله مرتبه من نبع الحنان؟ كنت صف تاسع. لا، واثقة من نفسيها، مش واخد بالك. شو كان السبب؟ بسبب ما كنت ادرس. لا، انه كلها تجربة. يا رب الله يخلي لي اياها يا رب، ويخلي امهات العالم جميعا يا رب، ويخلي لك امك وامهات الكل يا رب. كلياتنا وقت كنا صغار عملنا مصايب وعملنا اشياء شيطانيه ما بتخطر على البال وما خبرنا اهالينا. ممكن تحكي لي شغله عملتيها وما خبرتي اهلك؟ يعني في كثير قصص بصراحه يعني، بس بدي اقول لك من اللي منهم. طبعا لما كنت صغيره ومراهقه، كنت مثلا بالمدرسه لما جو الثاني كان يجي كنت افتح المازوت عشان ما يدفوا مني، عرفت؟ فانا كنت عارفه المدرسه وقتها، يعطوني فصل 3 ايام. كفايه من الافعال الشيطانيه اللي قلت لك. ما بدي اسمع منك ولا كلمه، بتحملي حالك بتروحي على بيتكم وما بترجعي الا معك ولي امرك، فهمتي؟ اصلا انتوا دائما هيك بالمدرسه، ما تسمعوا غير من طرف واحد. شو حابه تقولي لمناسبه عيد الام؟ عيد الام بحب اقول لكل ام كل عام وهي بخير، كل عام وهي سند لاولادها، كل عام وهي القدوه لكل الاولاد. وبمناسبه عيد النيروس كمان ما ننسى هذا اليوم، انه كل عام وجميع اخواننا الاكراد بخير، وان شاء الله كل سنه هن سالمين وامهاتنا بخير كمان. بس يعطيك العافيه. اهلا. امتى اخر مره اكلتي اكله هيك مرتبه من نبع الحنان؟ هذاك السنه. شو كان السبب؟ السبب انه حبيت واحد. يا سلام، الله يعينك. ايه، شيء جميل والله. شو حزين هذا؟
شايفة قلة الأدب؟ شو ها؟ فعلا قلة الأدب؟ بنات هالايام عن جد ما حد يقدر عليهم نوبها. بس كنا صغار كلياتنا عملنا مصايب اوكي وعملنا اشياء ما بتخطر على البال وما خبرنا اهلينا. في هيك تقولي لي شغله؟ هربنا من المدرسه. قولي قولي ده عالم صايعه يا. طيب شو حابك هيك توجهي لها رساله لك؟ الله يخلي لي اياها ويطول بعمرها وهيك وجودها بكفي بحياتي. طيب كنا صغار كلياتنا عملنا مصايب وما خبرنا اهلنا، فيك تخبري لي هيك تخبريني هيك عن مصيبه صغيره عملتيها؟ ضربنا بعض مدرسه انا ورفيقتي. شو حابة توجهي رسالة لأمك؟ الله يخلي لي اياها، الله يخلينا اياها ويطول بعمرها. امتى اخر مرة اكلتي هيك قتلة مرتبة من امك؟ اخر مرة؟ قبل شهرين. شو كان السبب؟ سبب عن الدراسة. تاسع وهذا. ايه كلياتنا وقت كنا صغار عاملين مصايب مش اشياء هيك جهنمية ما بتخطر على البال. خرجت تعترفي هلا لامك انا شو عامله ومخبيه عليها كده؟ كنت عامله الشغله يعني بتزعجها بس ما قلت لها انه يعني كنت بحكي مع واحد يعني هذا كان السبب واكلت اكل بعدين. عشاني وليه؟ عشاني مرتبة من أمك 2006. شو كان السبب؟ ها؟ شو كان السبب؟ ضربت العجي. جيت يضرب العجي ما ضرب العجي ضربني يعني. انت ضربتني. تشلتك البنية بدل الأولاد. انت ايش كارش تقتلك؟ شتني معه. شو حابب هيك توجه لك كلمة؟ بتمنى الكل خير وسلام وان شاء الله كل عام كل أمهات العالم خير. ان شاء الله تكون سنه خير علينا وعلى الشعب كله يا رب. اليوم بمناسبه عيد الام انا حابه اسال السؤال. امتى اخر مره اكلتي قتله هيك مرتبه من والدتك؟ هو انا بالعاده ما باكل قتله كثير من امي. اخر مره من شيء 3-4 ايام امبارح بالليل كانت تقتلني بس كانت متشطحه فما حسني بدي تقوم. طيب شو كان السبب؟ لاني كنت اسوي ارجله ويعني وهي ما خليت وسويت. اوكي من الناس بتارجل وبطلعن دوائر بتارجل ارجله يا حياتي يا عمري وذكرياتي. طيب كلياتنا كنا صغار عملنا مصايب اوكي وعملنا كثير اشياء بتجنن الواحد وما خبرنا اهلنا. ممكن تحكي لي شغله هيك انه مخبيتيها على امك؟ هربت من المدرسه. واذا امك هلا تعرف شو بتعمل؟ وراكي. شو حابه توجهي لها هيك رساله على الكاميرا وهيك؟ بحبها كثير وان شاء الله تضل معي طول العمر. امتى اخر مره اكلتي هيك قتله مرتبه من نبع الحلال؟ هلا قتله مرتبه ما بظن اكلت قتله مرتبه من امي ابدا لانه كانت مجرد ما طعيت علي فورا ابكي فما بظن ابدا اني اكلت. طيب انا اخر مره انا مثلا كنت صغيره كثير يعني. شو كان السبب؟ ما بتذكر الصراحه. لاني ما كان لا ما في يعني خلص نظره بتكفي يعني عرفتي؟ مجرد شفت عيوني نزلوا دموع خلص مستحيل يعني. اوكي طيب شو حابه هيك توجهي لها كلمه هلا بالحقيقه وعلى الكاميرا؟ انه الله يخلي لي اياكي وانت كل دنيتي يعني. هذا الشيء بكفي. انت اخر مره هيك اكلت قتله مرتبه من نبع الحنان؟
والله من شي 2013 تقريبا. اوكي شو كان السبب؟ شرعت مصاري من جيبه ميلة هيك. انا عم اقول كل يوم والتاني الغلة عم تنقص، فرنك فرنجين ربع ليرة، تاريك عم تسرقني. امتى اخر مرة اكلتي قتلة من امك؟ هيك ما اكلت قتلة، اكل بهدلة. شو السبب؟ من نص ساعة لاني ما جليت الجلي. نعم يا اختي. كنا صغار كلياتنا عاملين اشياء هيك شيطانية وعاملين مصايب بس مو مخبرين اهلنا عليها. ممكن هيك خرج تحكي على الكاميرا عاملة مصيبة؟ هو عملت مصيبة بس كانت يعني بعلم امي يعني. كنت ماشية مع امي وسحبت ورقتي يا نصيب ومشيت فيها من دون ما ادفع حقها يعني. اللي عمل التصرف الرهيب ده يتقدم خطوة للامام. الله ده احلى قوت قوي قلتوا تشكيل بقى. وبعدين ربحت يعني ربحت 5000 وامي اخذته دفعت فيهم ايجار البيت. ثلاثة جاية المسويات الساعة 8 ناس، هاي الفرشة المعفنة بتشيليها، بدي احط بدالها مصاري، بدي احط بدالها مليون ليرة، مليون ليرة. شو حابة توجهي لها هيك رسالة كلمة بعيد لها؟ انه كل سنة وهي سالمة يا رب وتضل هيك تاج فوق راسنا يعني، والله يمدها بالعمر يعني، انه ما لنا غيرها يعني. امتى آخر مرة أكلتي قتلة مرتبة من والدتك؟ من شي 8 سنين. شو كان السبب؟ السبب اخذت مصاري من دون ما اقول لها. يا بيي يا بيي شفتها بعيني ما تمد ايدها على بنطلوني وما تسرق منه 5 ليرات، وهي مو اول مره ها، وكل ابي اجي على الضيعه بلاقي المصاري ما ينقصوا، بس هلا مسكتها مسك اليد. بس كنا صغار كلياتنا عملنا مصايب وعملنا اشياء شيطانيه وما خبرنا اهلنا. شغله انت عملتيها وحابه تقولي لها هيك تقولي لها هلا على الكاميرا. شغله عملتها؟ وما خبرتيها؟ طلعنا مشوار انا ورفقاتي ما قلت لها لهلا. العمى بعيونك عيونك العمى ولك العمى بعيونك العمى. شو حابه هيك توصلي رساله؟ حابه اوصل لها رساله الله يديم عليها الصحه والعافيه وتكون دائما معي بكل لحظه انا بكون فيها محتاجه. مصيبة عملتها؟ وأمك لا تعرفيها؟ بدي أطلع من البيت أنا أكيد يعني ما فيني. أنا عاملة كتير مصايب بس أنه ما بعرف شو بدي أحكي لها. أنه كذبتي سرقتي عملتي أي شيء؟ أنا كنت مرة صف أول وأخذ كتير علامة قليلة بالامتحانات يعني، وفي جلاءات عم يتوزعوا فأنا أخذت الجلاء من دون مرحم. جيت على المكتبة واخذت مرحة كتير كبيرة اشتريت وقلت له للزلمة بكتب لي هيك هيك عليها. تمام قلت له بكتب لي هيك هيك عليها وجيت قلت له لأبوي انه هي مرحتي وهي هدية وكل شيء وعطيته اياها. فأبوي فرح وكثر ما انه فرح فبعد ما عرف انه انا كذابة وهيك وعم بكذب انا عم كتير مصايب. وكمان الواحد بيعمل حساب المستقبل. اوكي طيب امتى اخر مرة اكلتي هيك قتلة مرتبة من نبع الحنان؟ ما بتذكر ما باكل قتلة لأني وحيدة ولا مرة أكيد صدفة صار من أسبوع. شو كان السبب؟ تليفون. طيب شو حابة هيك توجهي لها رسالة؟ أني كثير بحبها والله يخلي لي إياها ويديمها فوق راسي. تقريبا العرس امتى كان؟ 16/3 قبل 16/3 قلت لها ما دخلكم تروح على العرس فاكلت لي بهدله مش قتله. ايوه طيب وقت كنا صغار كلياتنا عاملين مصايب وقت كنا صغار طبعاً. وعاملين اشياء هيك شيطانيه طبعا هلا ومو خبرين اهلنا عليها يعني. لا هلا ما خبر امي بتدري عمي كمان ما اشبه شيء يعني بتدري فورا فما اظن مخبي عليها هالشيء هلا ابدا ابدا. اوكي شو بتوجهي لها رسالة؟ بوجه لها رسالة إنه هي نقطة ضعفي بحبها كتير وبس. إمتى آخر مرة أكلتي قتلة من نبع الحنان؟ صف ثالث يمكن. شو السبب؟ كان عيد نيروز وأبي ما كان بالبيت قلت لها نروح على عيد نيروز وما راحت. صرت نرقع عليها وضربتني. طيب وقت كنا صغار كلياتنا عملنا مصايب وعملنا اشياء شيطانية، خرجك تعترفي لأمك هلا؟ شغلة عملتيها؟ اعترفي لها؟ أنا صريحة مع أمي بحكي لها كل شيء ما خبيت عليها. هون لهون؟ لا والله.
يا سلام على التربية، يا سلام على الأخلاق. أبتاه يا حبيبي بالحب. شو حابة توجهي لها رسالة؟ خلي لي هاي وطول عمرها ويديبها فوق راسنا. إمتى آخر مرة أكلتي قتلة من نبع الحلال؟ من سنتين تقريبا. شو كان السبب؟ سبب عادي يعني، وبعدين إنه حتى إذا أمي بتضربني إنه ما في عندي مشكلة. دايما متعودة دايما. توجهي لها رسالة إنه كل سنة وأنت بخير، وإن شاء الله إن شاء الله كل سنة أنت تكوني معنا، تكوني تاج فوق راسنا، والله يخلي لك يانا وخلي كل أمهات العالم، الله يرحم جميع الأمهات يلي ما ومع أولادهم أبداً. بمناسبة عيد الأم اليوم أنا حابة أسألك سؤال. تفضل. إمتى آخر مرة أكلتي قتلة مرتبة من والدتك؟ خليني أتذكر، كنت صغيرة. شو كان السبب؟ أكيد ما بركت عقلي. طيب أوكي، كلياتنا كنا صغار عملنا أشياء هيك ما بتخطر على البال، مصايب، كذبنا، سرقنا، ممكن عملنا أي شيء وما خبرنا أهلنا. ممكن تحكي لي عن هيك شغلة؟ عن أفلامي يعني؟ عاملة كتير بصراحة بس ما عم بتذكر. يعني شيء موقف، شيء هذا لا تذكر. إيش عم بتذكر؟ إيش بك؟ ما بتذكر شيء. خليه تحكي. طيب أنا ما عاملة شيء. طيب فيك توجهي لها كلمة هلا؟ لأمي؟ بقول لك العام انتي بخير وانا بحبك كثير والله يطول بعمرك يا رب. ماشي. امتى اخر مره اكلتي قتله مرتبه؟ انا اخر مره اكلت قتله والله بقابل هلا بسنتين. بس مو من امي، من ابي. طيب كلياتنا كنا صغار عملنا مصايب، عملنا اشياء شيطانيه ما بتخطر على البال وما خبرنا اهلنا. فيك تحكي لك عن القصه؟ والله لا، انا طيوبه، كنت عاقله، كنت هذا عاقله ما لي عامله شيء. طيب وجهي لها هيك كلمه لامي. ده لامي حبيبه قلبي، وكل عام انت بخير وان شاء الله يا رب تضلي فوق راسنا، الله يطول بعمرك يا رب عن جد. امتى اخر مره اكلتي قتله هيك مرتبه من نبع الحنان؟ والله مو من زمان، يعني من فتره كنت طالعه مع رفقاتي وتاخرت على البيت يعني. اوكي. طيب ماشي. كلياتنا كنا صغار عملنا مصايب وعملنا كثير اشياء شيطانيه وهيك ما بتخطر على البال. فيكي هيك خرجت خبرينا هيك شغله مثل شغل البيت يعني ما بنلحق له يعني. يعني دوم امي بتقول رتبوا البيت وعملوا هيك وعملوا هيك، يعني اوقات ما بنلحق، وهي يعني ام يعني كمان يعني لازم نحن نهتم فيها، يعني هي بالنهايه يعني ام، يعني نحن هي كمان ربتنا وهيك، يعني نحن لازم كمان نقدم لها شيء. معك حق. طيب شو حابه توجهي لها كلمه؟ انه اهتموا بامهاتكم، الام نعمه يعني، الام فرصه ما بتتعوض يعني، ولو انه مثلا ما قدرانين شيء بس انه قولوا كلمه يعني بتوجهوها لامكم، يعني هي كثير منيحه يعني، يعني هي كثير نعمه يعني. هلا الايتام واللي ما عندهم ام يعني هي كثير نعمه كبيره يعني اللي ما يعني عنده ام. على قد ما في حكي عن الأم على قد ما الحكي ما رح يوفيها حقها. من وين بدنا نبدأ؟ الأم هي أول وطن لألنا لأنه كنا جواتها. الأم هي أول حب غير مشروط بالدنيا وأول مدرسة تعلمنا منها كيف نبدأ حياتنا ونعيشها. الأم أول حضن وأدفى وأحن حضن وأصدق حضن. الأم أول كنز بنملكه وأغلى شيء ممكن نخسره. الأم أحد طرقنا للجنة، ووجودها بحياتنا هو جنتنا على الأرض، ويوم اللي بتغيب رح تعرف المعنى الحقيقي للغربة حتى لو عشت طول عمرك متغرب. الغربة إنك تفقد أمك، والعقوق إنك تزعلها، والبر إنك تحطها بعيونك، والأمل لما تدعي لك مهما عملت فيها لأنه قلبها ما بيعرف غير إنه يحبك. وتذكروا إنه كل أنثى أم حتى لو لم تكن.